يعني الطالب تفاعله مع الدوام الحضوري جيد؟ لمسته اكو تفاعل جيد مع الطالب؟ حقيقة لمسنا اندفاع ونشاط من قبل الطلبة الأعزاء بالدوام الحضوري بعد فترة وباء كورونا، فكان سلكين التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. حقيقة احنا في العام الماضي كان التعليم يمثل 60% حسب تعليمات وزارة التعليم العالي، دوام حضوري مع الدروس العملية. طيب. في هذه السنة جميع الدروس النظرية والعملية كانت دوام حضوري، وحقيقة لمسنا الدفاع من الطلبة في الحضور وتلقي الدروس النظرية والعملية. زين، كدكتور ميثاق شخصيا رأيك بتجربة الإلكتروني وشنو الفادت وشنو الضرت؟ حقيقة تجربة التعليم الإلكتروني كانت تجربة لعبور مرحلة معينة تعرض لها العالم جميعا بسبب وباء كورونا. بالبداية واجهتنا صعوبات كبيرة، وشلون نقدر احنا نقنع الطلبة بالتعليم الإلكتروني. تمام. أولا بدينا من خلال تدريبهم وأيضا تدريب الأساتذة على استخدام وسائل التكنولوجيا والمنصات التعليم الإلكترونية. جيد. بعد ذلك بفترة حسينا الطلبة بدأوا يتقبلون هذا الشيء، ووقت بعض الطلبة كانوا يعانون من سوء خدمة الإنترنت، فكانت وزارة التعليم العالي أيضا قدمت حزمة لطلبتنا الأعزاء حتى يقدرون يتواصلون مع أساتذتهم من خلال الإنترنت واستلام الدروس والواجبات. جيد. وأداء الامتحانات الإلكترونية. البعض من الأساتذة والجامعات يتحدثون عن أهمية بقاء جزء من الإلكتروني كمحاضرات، رأيك؟ أنا أتفق تماماً أنه تجربة التعليم الإلكتروني كانت هي تجربة حقيقة فادت كثير من الأساتذة، اكتسبوا مهارات خلال تكنولوجيا المعلومات، ونتمنى أن وزارة التعليم العالي أن تحافظ على هذا الإرث اللي حصلنا عليه من خلال تجربة التعليم الإلكتروني، والإبقاء على بعض الدروس التي تكون غير تخصصية التي ممكن أن تكون عن طريق التعليم الإلكتروني وحسب ما تقرر اللجان العلمية في الأقسام. جي.